إلهي إلا ورد
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس وباب التسليم. يا إخوتي، نعلمكم بنعمة الله التي وهبت للمؤمنين في كنائس مقدونيا، فإنهم مع كثرة التضييقات التي تقيم بها فاض فرحهم وتحول فقرهم الشديد إلى غنى بفضل سخائهم، وأنا أشهد أنهم على قدر طاقتهم بل فوق طاقتهم ومن تلقاء أنفسهم سألونا بإلحاح شديد نعمة المشاركة في الدين لإعانة القديسين، ولقد عملوا أكثر مما كنا نرجو فبذلوا أنفسهم للرب أولا ثم لنا بمشيئة الله. لذلك طلبنا إلى تيتوس أن يكمل عندكم تلك النعمة نعمة كما بدأت، وكما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلمة والمعرفة والاجتهاد والمحبة التي أودعناكم إياها، فليتكم تزدادون أيضا في تلك النعمة. ولا أقول ذلك على سبيل الأمر، ولكني باجتهاد غيركم أختبر صدق محبتكم، وأنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، فإنه وهو الكريم قد افتقر من أجلكم لتقتنعوا أنتم بفقره والتسبيح لله دائما. Thank you.
التمست من يحبه قلبي. وفي حديقة القاهرة جعلها مسكنه ودل آلي إن الدار كسر thank you.
اتباع عالم بالتوراة قام يجادل يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجب، افعل هذا فتحكم. أما هو فأراد أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، ووقع في أيدي اللصوص، وعروه وأوسعوه ضربا، ومضوا وقد تركوه بين حي وميت. وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق، ورآه فمال عنه ومضى. ومر أيضا لاوي بذلك المكان، ورآه فمال عنه ومضى. ولكن سامريا مسافرا مر به، ورآه فتحنن عليه ولنا منه، وضمد جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به الى الفندق واعتنى به. وفي الغد اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما انفقت فانا اوفيك عند عودتي. فما رايك؟ أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك.
Thank you.
نصيبا. نشكركم كلكم الكريم انكم جيتوا من بعيد ومن قريب، صلاة مقبولة، وربنا يعطيكم عقد ما طلبتوا واكثر. هو بيعرف، هو بوزع نعم، وهو كمان اصلا موزع المواهب. بشكر ابونا عبدو ابو خليل. Thank you.
مساء الخير. شكرا لحضوركم وشكرا لهالروح اللي صدقت اللي سبحنا الله سوا وفرحنا والله باين يفرح بالليل. جمانة مدور وزيف خليفي ماركة منعوم وطوني باسيلي أسطورة واقعية تتنقل من أرض مقدسة إلى أرض تاني مقدسة حتى يرنموا بأعمال الرب ويفرحوا ويملوا قلوبنا سلام. جمانة جوزيف مارك وطوني كنيسة متنقلة. خلونا الليلة نلتقى بالسيد يسوع من خلال الكلمة واللحن ونفرح بعمق قلوبنا ونسبح مع العذراء القديس مصمور جمال الله وعطاياه ورحمته علينا جميعا. جمانة جوزيف ومارك وطوني بعملهم الكنس المطمئن وعملهم المهني والأناشيد المليانة بروح القدس والحب والفرح خلونا الليلة نرجع نتلقى دعوتنا الجديد ونتأمل بعمق التزامنا ونعيش شعارنا يلي موجود على هاللوحة حول المسيح. نتعمق بالكلمة حتى نشبع منها نبني لبنان. نحن على أبواب لبنان الكبير ونخدم الضعيف والمحتاج خينا بالإنسانية. شكرا لكم شكرا للقلب باسم الرعية باسم فريق الكهنة باسم الجماعات منقلكم شكرا على الروح اللي خلقتوها ونطلب بركة بشفاعة مرمصور يلي نحن هو جمعنا بهالعيد حتى تبقوا دايما تمتلوا من كلمة الله من حب المسيح وتشعر تسابيح وأناشيد وتضلوا من جيل مفتوح وسامريين صالحين على دروب الرعاية والناس. شكرا لكم. أذكر بالسادة لجمانة اللي بحب يسمع ويرني وأكترية ترانيمة ما لاحظتوا كلمات بيبلية للكتاب المقدس موجودين على باب الكنيسة. بحب كمان قبل ما نقول له مرسي بجازة الرعاية أذكر كمان بالبرنامج بكرة عنا لقاء كمان 5:15 عم نبلش 5:30 حول روحانية مرمصور عم نتعمق بهالهديس الكبير يلي شقلها بالكنيسة. بكره رح نشوف أكثر شو عن المؤسسات وعنا قداس وبقلب القداس في 4 شهادات حياة رح يمرقوا لأب عزالي من جمعية الرسالة العزاليين ومن بنات المحبة يعني رهبات العزاليين وكمان من أخوات المحبة رهبات سان جانتيت يلي هني كمان متأثرين بروحانية مرمصور. إذا الساعة 6 نحن على موعد و7 مباشرة شهادات الحياة بكرة. الخميس عشية العيد مذكر الدايس مع سيادة المطران بولس روحانا الساعة 6:30 وسهرة قراويه بالساحة للجميع عدويين حتى نتعشى حول النار ونسهر مع بعض الخميس مساء. جمانة أنا باسم الرعية وصية لمسيو جوزيف خليفي توصيله
I'm not afraid.